ايه الصراحة على العقال. ايه هذا مال مسلسل الأقدار صح؟ ما أقدر أبيعك يا حلو ما أقدر. مستانس قدو وعقال ايش كبره مثل ما تشوفون عندنا هني التاجر العود معا. عاجبك القدو مضبوط ها؟ قبل كانوا يدخلون القدو وايد. وهذه مثل ما تشوفون الأغراض الأصلية اللي كانت موجودة بالمسلسل نفسه، يعني كان التاجر هذه الأغراض اللي كانت موجودة عنده بالمحل. الكبت طبعاً الكبت وايد قديم، في عندنا دفتر السجلات هني بعد ميد إن جريت بريتن، يعني شوفوا حتى الكشكول هذا كشخة. لكن يازلك الموضوع، يازلك بنت الخباز وينها؟ راحت بنت الخباز الله يستر عليها.